زي ما شفتي بعينيك. فتحي انت جيت بدري يعني؟ ايه؟ كنت عايزانا بقى في الشغل ولا ايه؟ لا مش القصد. مش انت قلت انك هتتأخر النهارده؟ كنت فين يا جليلة؟ كانت معايا. ما قلتيش ليه انك هتخرجي يا جليلة؟ من امتى بتخرجي من غير ما تقولي؟ ومين بقى يا ترى اللي لبسك كده ها؟ وايه اللي انت ملخبطة بيه وشك ده؟ يا فتحي انا كنت ايه في ايه؟ هو انت فاتح لنا سين وجيم زي ما يكون عملنا عملة ولا ارتكبنا جريمة؟ ايه خرجت معايا؟ اخته خرجت مع اختها؟ فيها ايه؟ الدنيا اتهدت؟ انا ماليش كلام معاكي. ايه ده؟ انا بتكلم مع مراتي. انا اسفة والله يا فتحي والله. ايه انت بتتأسفي على ايه؟ هو انت عملتي حاجة غلط؟ ما هو ده اللي مخليه عامل فيها السيء. لمي نفسك يا سلمى، انا ما جيتش ناحيتك. ألم نفسي؟ هو انت شايفني متبعترة؟ ايه اللي خلاكي تخرجي من غير اذني يا جليلة؟ شيل ايدك. انطلق. شيل ايدك. انت بتخرجي من غير اذني يا بنت. شيل ايدك ولا اسكت. عمال اقول لك لمي نفسك لمي نفسك، انا في حدودك مفيش فايده. جرى ايه يا بنت؟ جرى ايه؟ تفكر انا مش عارف المك ولا ايه؟ لعلمك بقى انا هنا راجل البيت واللي اقوله هو اللي يتعمل. من النهارده مفيش خروج لا ليكي ولا ليا. ايه اقول لك بقى؟ خلاص خلاص يا فتحي. نعم نعم نعم. انت الكلام ده تقوله لحد تاني يا روحي. انت قاعد في شقتنا هنا، ده احنا لمينك، ده انت لون الشقه دي اللي مبرطع فيها كان زمانك نايم على الرصيفة. مين اللي نايم على الرصيفة؟ آه خلاص. مين يا بنت اللي نايم على الرصيفة؟ انا على ربيك، انا على ربيك، وانت انا على ربيك يا سلمى. انا على ربيك يا شوية نسوان يا ولادي. انا على ربيك، انا على ربيك، انا على ربيك. تعالي بقى، وانت انا على ربيك للنهارده. وانت انا على ربيك يا فتحي. شوف يا جليلة، يا اما تعرفوا ان في راجل في البيت ده، يا اما كل واحد يروح لحاله. انت فاهمه؟ قولي من وشي. انت السبب، انت اللي خليتيه يعمل فينا كده. ده مين ده عشان يتحكم فينا؟ يا بنت يا بنت اسمعي كلامي، سيبيه وانا جوازك سيد سيده. اديكي شفتي انا وصلت لايه يا جليله؟ عشان خاطري يا حبيبتي سيبيه وربنا هيفرجها وتبقى ميت فل والله العظيم. يا بنت ده الفقر ما يجيبش غير الفقر، ومن جور السعيد يسعد. كفايه بقى كفايه، دماغي قطعت، مش قادره افكر، مش عارفه اعمل ايه. انا هروح اعمل له محضر في الاسم. لا ايه ده؟ كفايه، ده ضربني لا انا مراته ولا اخته. واذا كان انت تقبلي ده انا بقى ما بلهاش. يا جليله عشان خاطري العز مستنينا، ما تقفليش الباب يا جليله. انت مستنيه منه ايه ولا حدختي منه ايه؟ يلا معايا، يلا يلا قدامي. بس انا مش داخل دماغي الكلام ده يا عم المتر. انت كنت هتموت وتسافر، قفلت مكتبك وهجيت وقلت يا فكيك. ايه بقى اللي خلاك تسيب كل ده وترجع؟ هتصدقني يا حسني؟ قول يا مير قول، انت عمرك ما كدبت. ما قدرتش على الغربه يا صاحبي. ما قدرتش على الغربه؟ جديده دي والله العظيم يا حسني، هذه الحقيقه. اقول لك على حاجه تانية، انا اول ما سافرت كنت مبهور بالبلد، كنت مبهور بكل حاجه، نظافه ونظام، القانون فوق كل شيء. عارف انت لو عملت اي حاجه غلط في البلد تلاقي راجل الشرطه طلع لك من اي حته، متعرفش طلع لك منين، يدفع غرامه علشان عملت حاجه ممكن تاذي غيرك مش تاذيك، اللي هي ممكن حاجه في بلدنا هنا حاجه عاديه جدا بنعملها كل يوم. وفجاه قلت انا مش هاجي البلد هنا تاني. والله عين العقل. بس مع مرور الوقت والظروف اللي حصلت في بلدنا كل حاجه اتغيرت هناك، والناس بقت تجيب سيره مصر والمصريين بشكل مش كويس خالص. ازاي يعني مش لطيف؟ مرة كنت قاعد مع واحد يا حسني واحنا قاعدين مع بعض، لخبط في البلد وفي المصريين وقال كلام مش حلو خالص. قمت اتنرفزت عليه والكلام شد بعض وشدنا مع بعض، من الاخر ضربته، اديته وش الحارة فجأة. يخرب بيتك، ورحلوك ولا ايه؟ تقريبا يا صاحبي. فقري؟ وايه يعني الكلمتين اتقالوا؟ فيها ايه يعني؟ طب ايه رايك بقى؟ انا مش طايق البلد وعايز اسافر ومش عايز ارجع لها تاني. عادي اهو. حلو قوي. كلنا ممكن نقفل من البلد ونقول الكلام ده في بلدنا عادي جدا، ولا حد هيتضايق ولا حد هيقفش عليك. بس صدقني لو انت بره وحد جاب سيره البلد بشكل مش كويس هتعمل نفس اللي انا عملته وزياده. يا سلام، الولاء والانتباه مفرتكك قوي. كلامك حلو يا ميرو، صراحه حلو، اي حد يسمعك ممكن يسقف لك. بس الحقيقه والواقع بتقول لا. بصراحه بقى احنا زهقنا من حب الوطن والكلام الفارغ اللي بيقولوه ده. عشان تحب حد يا ميرو لازم هو كمان يحبك، لازم يديك زي ما بتديله، ما ينفعش ياخد بس. انت تقصد ايه بكلامك ده سلام؟ اقصد ان انا لو معايا فلوس
وعندي واسطه، كنت خدت حقي اللي خده غيري. ما تجيش تطالبني بواجب ترتب على حق خده غيري بفلوسه. يا جماعه انتوا ليه شايفين ان البلد هي الحكومه والسلطه؟ البلد الارض اللي احنا واقفين عليها، والارض دي لازم ندافع عنها من اي حد عايز يخربها ويبوظها. احنا ممكن نبقى مش مهمين ابدا للحكومه او السلطه، بس مهمين قوي للارض اللي هي بلدنا اللي احنا واقفين عليها. يعني ممكن انت يا حسني وانا كمان ممكن ما نبقاش مهمين ابدا للحكومه او السلطه، بس مهمين قوي للحاره اللي احنا فيها. فاهمني؟ عليا النعمه انت صح، انا فعلا مفيد للوطن وللحاره. ضح يا مصر. اسيبك انا بقى ايه عشان عندي شغل. ايه سامي يا مروحه؟ اه يا اخويا سامي مروحه، هو في غيرها؟ انت بتسمي ده شغل ولا ايه؟ اه شغل. ده اللي بيبيع بنجو بيقول لك انا بشتغل، واللي بيبيع حشيش يقول لك انا تاجر، واللي بيبيع مخدرات يقول لك انا بستثمر اموال. انا بقى بستثمر امكانياتي. مع سامي يا مروحه ان شاء الله الشغلانه دي هتبقى الشغلانه رقم واحد في البلد. وانا اهو انت اهو، ان ما كانتش تخش تنسيق الثانويه العامه ما بقاش حسني. سلام. ولف بينا يا ساميه. اه دوخ هنا يا سامي. شوية هيفضل مجنون طول عمره، ربنا يهديه. المهم يا صاحبي طمنا عليك يا سلام. والله انا مش تمام، اللي جاي على قد اللي رايح. كل اللي بحلم بيه ربيت ورا ظهري. الزهر ما بقاش سهل ان احلم اليومين دول. كل يوم قاعد جنب الرصيف مستني الباشا بتاعي يديني الأوامر. نفسي أبقى حر يا أخي، نفسي أحدد لنفسي اللي أنا عايزه، مش حد تاني يحدد لي. يا ابني مش الشغلانة دي أنت اللي اخترتها، هو في حد حطك فيها غصبا عنك؟ جريات، أنت بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسك؟ يا سلامة أنت خريج آداب، يعني المفروض تشتغل شغلانة محترمة مش سواق. طب ما حسني كمان خريج آداب، وإحنا الاتنين اتخرجنا في نفس السنة. الواد حسني كان هيموت ويسافر يا اخي، وانا اشتغلتها. كنت فرحان قوي، نزلت جبت لبس جديد وبتاع، جبت جزمه جديده ماركه عمري ما حلمت ان انا البسها. امال ايه؟ ما ينفعش برضه تبقى مدرس قد الدنيا ويبقى شكلك عيله. المرتب 600 جنيه، 300 جنيه مواصلات، وال 300 التانيين اكل واشرب بيهم. اجي في اخر الشهر لا عارف ادفع ايجار ولا عارف اعمل اي حاجه خالص. العيال ما بقاش يهمها التاريخ، ده وزاره التربيه والتعليم نفسها ما يهمهاش التاريخ. التاريخ بقى عباره عن عناوين الطلبه، الدروس الخصوصيه. العيال بقت حافظه مش فاهمه، بيخشوا الامتحانات يكرروا الاجابه وخلاص. عرفت بقى احنا رايحين فين؟